اهتمامنا بالموضوع ده هو اهتمام في وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعد واحدة من أهم القطاعات الحيوية. وقامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير شبكة السكك الحديدية من خلال تطوير نظم الإشارات. قطاع النقل والطرق واحد من أهم القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً خلال السنوات القليلة الماضية، فلا يمكن تحقيق نهضة حقيقية دون الاهتمام بهذا القطاع، ومن هنا جاء الاهتمام الكبير به من القيادات السياسية. وفي مجال الطرق قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30000 كيلومتر. ومن بين مشروعات هذا الملف إنشاء 34 محوراً جديداً على نهر النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحوراً على النيل، فضلاً عن إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق. وفي قطاع السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلومتر، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كيلومتر، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة من خلال توريد 260 جراراً جديداً وإعادة تأهيل 172 جراراً وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع. ولعل من أهم المشروعات التي اتجهت الدولة إلى تنفيذها هو مشروع المونوريل الذي ينفذ لأول مرة في مصر وينقسم إلى خطين رئيسيين، مونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل بإجمالي أطوال تصل إلى 100 كيلومتر. هناك أيضا مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بأطوال 41 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 42 كيلومترا. مشروع الأتوبيس الترددي واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية. وفيما يتعلق بمشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية، وضعت الدولة استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الـRT الأخضر صديق البيئة من خلال مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والذي يخدم مناطق السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية بطول نحو 103 كيلومترات. النقل البحري أيضاً شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة نفسها، وذلك من أجل تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. تم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كيلومتراً ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كيلومتراً، تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.
طفرة كبيرة شهدها قطاع النقل بمختلف أنواعه والطرق خلال السنوات الماضية، والتي تعتبرها القيادة السياسية خطوة نحو تحقيق مستقبل أفضل.